زي ما حضراتكم شفتوا الصحة النفسية مهمة جدا جدا لكل اللاعبين. مهمة ازاي؟ لان انا لما ابقى مركز زيادة عن اللزوم في حاجة ممكن جدا ده يخليني ابقى مش قادر اجري. وعلى فكرة احنا شفنا الكلام ده النهاردة في بعض اللاعبين في النادي الاهلي، ان هم هتحس ان هم تعبانين، تحس ان هم مش قادرين، على الرغم ان هم باذلين مجهود كبير جدا جدا في مباراة البنك الاهلي، وباذلين جدا مجهود كبير جدا جدا في مباراة كايزر تشيفز، وبالتالي سفر ومروح ومجي وكل ده في الاخر جاب لنا ايه؟ ان احنا تعادلنا في مباراة البنك الاهلي، وبعد كده الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وكسبنا في الدقيقة 95، وعندنا مباراة تانية يوم الخميس القادم، وبعدها بيومين ثلاثة مباراة يوم الأحد، وده هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. ولكن أنا زي ما بقول لحضراتكم نفسيا وعصبيا وكل شيء يجب أن يكون اللاعب مؤهل، وإحنا عندنا لعيبة الحقيقة مؤهلة تماما لمثل هذه الظروف ولمثل هذه الأمور. وبالتالي كل اللي إحنا محتاجينه دلوقتي، كل اللي لعيبة النادي الأهلي محتاجاه دلوقتي هي المساندة والدعم.